الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. الدرس 33 الصلاة دلالة ومعان، والدرس 34 علو الهمة من كتاب العلوم الإسلامية صف 3 ثانوي الفرع الأدبي. الصلاة عظيمة في الإسلام، لها مكانة ومنزلة عند الله عز وجل، إذ إن الله سبحانه وتعالى شرع هذه الصلاة وأمر بها الأمة في ليلة المعراج لما التقى مع محمد صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى. وتشريعها خاصة في السماوات العلى من دون الأحكام الأخرى كالصيام والزكاة والحج والعمرة وغيرها من العبادات، يدل على مكانة هذه الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. هنالك عدة مظاهر تبين منزلة ومكانة أهمية الصلاة، أو ممكن نقول للصلاة مكانة عظيمة في الإسلام وضح ذلك. نقول أولا أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وذلك بعد الشهادتان. الأمر الثاني أنها أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. إذا كان أول ما يلتقي الإنسان بالله عز وجل يوم القيامة أول ما يسأل يقول ما شأن صلاتك، فإن هذا يدل على أهمية هذه الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وفي رواية فإن صلحت صلح العمل كله وإن فسدت فسد العمل كله. المظهر الثالث أنها معراج المؤمن إلى الله، يناجي فيها ربه، يعني المؤمن يعرج قلبه إلى الله، يصعد إلى الله سبحانه وتعالى ويبدأ يطلب طلباته منه سبحانه جل في علاه، يناجي فيها ربه يعني يدعو. المظهر الرابع اللي هو أثر من آثار الصلاة، وهو تزكية النفس وتهذيب السلوك. شو معنى تزكية النفس؟ معنى تزكية النفس نفس تصير طيبة، يعني ينقلها من الرذيلة إلى الفضيلة، من الخلق السيء إلى الخلق الحسن، من الكفر إلى الإيمان، من الشرك إلى التوحيد. وتهذيب السلوك، بصير الإنسان طبيعة سلوكه بسبب الصلاة بصير سلوكه طيب، سلوكه جيد. يقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة لابد لها من استعداد قبل أن ندخل فيها، فهنالك عدة مظاهر للاستعداد في الصلاة، نأخذ اثنين منها. المظهر الأول الإحسان في الوضوء، الأمر الثاني أو المظهر الثاني ترديد الأذان. خلينا نشوف كيف بدنا نوضح هاي المسألتين. المسألة الأولى الإحسان في الوضوء، أو المظهر الأول من مظاهر استعداد الإنسان للصلاة الوضوء. وضح ذلك مقول الوضوء عبادة يستعد بها المؤمن للصلاة، حتى يستعد للصلاة بقوم على عند المغسلة بغسل وبتوضى بنظف نفسه. الأمر الثاني الوضوء شرط لصحة الصلاة، يعني لا صلاة بلا وضوء. يعني لو أنه ممكن يجينا سؤال يقول الوضوء شرط لصحة الصلاة، وضح ذلك بقول يعني لا صلاة بلا وضوء. الأمر الثالث أو الشرح الثالث في الإحسان في الوضوء أنه سمي الوضوء بهذا الاسم ليه؟ علل. اشتقاقا من الوضاءة والإشراق، إنسان وجهه وظيف، المتوضئ يشرق وجهه وروحه وقلبه. المتوضئ يشرق الوجه، تلاقي وجهه جميل، روحه جميلة، قلبه أيضا بيكون ارتاح. ليش؟ لأنه بعبد ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الرابع للمتوضع عند الله عز وجل الثواب والأجر العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على هذا الأجر، يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. شو بدنا أحسن من هيك؟ احنا اللي بدنا اياه كله انه عندنا احنا ذنوب، انه الله عز وجل يغفر لنا ويتجاوز عنا ويدخلنا الجنه ويبعدنا من النار. هذا حله بالوضوء الذي يستعد بها الانسان للصلاه، الا غفر له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم احاديث اخرى انه العبد اذا قام يتوضا تخرج خطاياه حتى تخرج من تحت اظفاره، حتى تخرج من تحت اظفاره. النقطه السادسه اللي هو اثر الوضوء، يعني لو سألنا إيش أثر الوضوء، أو هذا بس كمان هو جزء من التوضيح، بقول أثر الوضوء أن المسلم الذي يحرص على إحسان وضوءه 5 مرات في اليوم يحرص كذلك على الإحسان والإتقان في شؤون حياته جميعها. يحرص على
الإحسان والإتقان في شؤون حياته جميعها. إذن أثر الوضوء في حياة المسلم وحرصه على الإحسان والإتقان في شؤون حياته كلها. يعني هذول ممكن يعني هذول يجي توضيح، ممكن يجينا يعني تيجي سؤال لوحدها كل نقطة. مثلا أقول لك الوضوء شرط لصحة الصلاة، وضح مثل ما حكيت قبل شوية. ممكن أقول لماذا سمي الوضوء بهذا الاسم، بذكر النقطة دال. ممكن أقول إيش أثر الوضوء، بذكر النقطة واو. طيب المظهر الثاني من مظاهر الاستعداد للصلاة الترديد الأذان. سبب أو أثر الترديد مع المؤذن إيش؟ ليش بردد؟ وكمان إيش الأثر اللي رايح يكون من وراء هذا الترديد؟ هو لترسيخ معاني الأذان وقيمه في فكره وسلوكه. بدي أردد مشان أرسخ معاني الأذان، التوحيد والهمة وكذا وإلى آخره، وحي على الصلاة وحي على الفلاح وتحقيق النجاح وكذا. ايش اثره؟ نفس الشيء، الاثر والسبب نفس الشيء، وهي كالاتي مثلا عده امثله على الترديد. دلاله ترديد الله اكبر، الف دلاله ترديد الله اكبر انه يعظم الله ويتوجه اليه وحده، يعني الله اكبر من كل شيء، اكبر على كل شيء. اثنين، دلاله ترديد الشهادتين انه يوثق صلته بهما لانهما عنوان ايمانه. عنوان ايمان المرء ايش؟ اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله هو تشريع الله عز وجل في القرآن، وأشهد أن محمد رسول الله هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لتطبيقه القرآن كما جاء في السنة. الأمر الثالث دلالة ترديد الدعوة إلى دلالة ترديد الدعوة على الفلاح والصلاح. يعني بقول لما يقول المؤذن حي على الصلاة بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الترديد إنما هو دلالته دعوة إلى أن يسعى الإنسان في حياته إلى تحقيق الخير والنجاح في كل حياته، في كل حياته يحقق الخير والنجاح للدنيا وللآخرة، ينجح في الدنيا ينجح في الآخرة. هذا ما يحبه الله سبحانه وتعالى من عبده المسلم. سؤال، يترتب على إحسان المسلم في صلاته آثار عدة، استنتج اثنين منها. طبعا الإحسان معناه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومعناه أنك أنت بتشعر بمراقبة رب، مراقبة الله عز وجل لك في أفعالك في صلاتك، فتقوم إلى إحسان هذه الصلاة. لنرى ما هي الآثار التي ترتب على إحسان المسلم صلاته. واحد، أنه يصل بذلك إلى مرتبة المراقبة، أنه بشعر أنه دائما ربنا سبحانه وتعالى شايفه، لذلك إيش بصير عنده؟ اللي هي الثاني، تزكية النفس وتهذيب السلوك والهداية والرحمة. شاعر أنه الله شايفني في كل شيء، يراني ويبصرني ويعلم حالي ويسمعني. فتجد هذا الإنسان يبقى يحسب لله عز وجل كل حساب، فيزكي نفسه ويهذب سلوكه ويهتدي ويرحم العباد. طيب. سؤال، الإحسان يبدأ مع المصلي عندما يدخل في صلاته. الإحسان، إحسان الصلاة يبدأ عندما يدخل في صلاته، ويتجلى ذلك في عدة أمور أو طرق، بين ستة منها. الطريق الأول، تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر. أول ما يقول الإنسان الله أكبر هذا هو تكبيرة الإحرام. إيش تكبيرة الإحرام؟ هي مفتاح الصلاة، يقولها كل من يريد الدخول في الصلاة. مفتاح الصلاة تكبيرة الإحرام. لو قال لك ما دف مفتاح الصلاة بقول تكبيرة الإحرام، ضع دائرة، مفتاح الصلاة كبيرة الإحرام. اثنين، أو دلالتها اللي هي الله أكبر، الإقبال على الله وترك الانشغال بغيره. يعني لما أقول الله أكبر أرفع إيدي وأحطهم على صدري وأقول الله أكبر، بقول يعني الله أكبر من كل شيء، ولا أريد أن أشتغل بشيء إلا بذكر الله سبحانه وتعالى وبهذه الصلاة. لذلك يقبل على الله عز وجل ويترك شؤون هذه الدنيا. أيضا الأمر الثاني أو الوسيلة الثانية لتحقيق الإحسان له دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح مباشرة، أول ما يقول الإنسان الله أكبر في تكبيرة الإحرام بدعو دعاء الاستفتاح، وهو دعاء يقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل سورة الفاتحة. هذا دعاء الاستفتاح. اثنين، هذا طبعا إيش فائدته؟ فيه تأكيد وإخلاص الإنسان وصدق التوجه والمبادرة نحو الخير، تأكيد على إخلاص الإنسان وانه صادق في توجهه الى الله عز وجل، وانه مبادر دائما مقدام في فعل الخير. الامر الثالث، خلينا نشوف صيغه الدعاء. صيغه الدعاء لازم نحفظها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بالفعل هذا الدعاء مليء بالإخلاص وصدق التوجه والمبادرة إلى الخير. طبعا في دعاء ثاني غير مش مكتوب في الكتاب، يعني من الأدعية الكثيرة التي ربما يقولها الإنسان في التوجه في صلاته، سبحانك اللهم وبحمدك مثلا، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا من أدعية الاستفتاح أيضا الذي يقولها المسلم في صلاته قبل سورة الفاتحة. إذا ممكن أقول لك ما تعرف دعاء الاستفتاح، أقول هو دعاء يقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل سورة الفاتحة. ممكن أقول لك إيش دلالته؟ بقول تأكيد إخلاص الإنسان وكذا. ممكن برضو إيش سيرته؟ يعني خلينا نكون حافظينه. أيضا الأمر الثالث أو الوسيلة الثالثة قراءة سورة الفاتحة. قراءة سورة الفاتحة، أولا سورة الفاتحة سبع آيات محكمات، لازم نحفظ هذا الأمر. نقول سبع آيات وإيه؟ محكمات. طب محكم شو يعني وغير المحكم؟ غير المحكم المتشابه. المحكم يعني بتفيد معنى واحد خلص انتهى، ما في لها معاني متعددة. سورة الفاتحة معنى واحد. المتشابه يعني بفيد أكثر من معنى. مثلا من المتشابه اللي أخذناه بالتربية الإسلامية مثلا في درس العدة، والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كلمة قروء احتملت عدة معاني، إذا هذا متشابه. أما عند المحكم ما بحتمل إلا معنى واحد. إذا نقول سورة الفاتحة أولا سبع آيات محكمات، اثنين يناجي المصلي بقراءة سورة الفاتحة ربه. ما دلالتها؟ سورة الفاتحة بقول يناجي بها ربه، إيش فائدتها؟ إيش أثرتها؟ يناجي بها ربه. طيب وضح. ممكن يقول لي سورة الفاتحة يناجي المصلي بها ربه، وضح ذلك. بقول فيحمده ويمجده ويدعوه ويرجوه ويسأله الهداية إلى الصراط المستقيم. خلينا نشوف هذول الأمور اللي يحمده ويمجده ويدعوه ويرجوه الهداية، خلينا نشوف موجودين هذول هذا الكلام في حديث ولا مش موجود. موجود في حديث قدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد يعني أنا وأنت، إذا قلنا فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، الله برد عليه مباشرة قال الله حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اطلب شو بدك. فإذا قال اهدنا، هون طلب الإنسان، هون طلب المصلي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني خلص أعطيتك الهداية. طيب وين مظهر الهداية اللي أعطاني إياها الله عز وجل؟ إنك واقف بين إيديك، إنك واقف بين إيديه بتصلي، بدك أكثر من هيك هداية؟ طيب طبعا ولعبدي ما سألنا، تستطيع تسأل الأسئلة أخرى غير الهداية. الوسيلة الرابعة اللي هي الركوع، لازم نحفظ هيك. أولا ممكن أقول لك وضح، بقول أولا الركوع يكون بعد القيام، لازم نحفظ هذا الكلام، الركوع يكون بعد القيام. اثنين يزداد المصلي بالركوع القرب من الله، هذا أثر الركوع أو عليش بدل، يزداد المصلي بالركوع القرب من الله. ليش؟ قل لأن في الركوع إظهارا لتذلل الإنسان لربه. يعني الإنسان لما ينزل ظهره يحني ظهره ويحني رأسه شو معنى إحنا الرأس؟ معنى تذلل، انكسار. إذا هذا أظهر الانكسار والتذلل لله سبحانه وتعالى. أيضا جيم الركوع أعظم من القيام في إظهار التذلل والخضوع إلى الله. ليش؟ لأن فيه زيادة إلحاح إلى طلب رضا الله بما يردده من دعاء وغيره. نزل رأسه، نزل ظهره، حان ظهره على الآخر وبطلب من الله سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم اغفر لي، وبدعو وبطلب من الله سبحانه وتعالى في ركوعه. إذن هذه التوضيحات الثلاث. النقطة الوسيلة الخامسة اللي هي السجود، خلينا نشوف إيش دلالات السجود. أولا أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. ليش؟ علل ذلك. النقطة الباء اللي هي التعليل، لأن السجود أبلغ صور التذلل والافتقار إلى الله،
ولأنه انخفض بأعلى ما فيه بوضع جبهته وأنفه على الأرض. إذا بكون عندي أقرب ما يكون عبده إلى الله وهو ساجد، تعليل طبعا هي دلالة السجود، تعليل هالنقطة باء. والنقطة باء نفسها لو قال لك أنه السجود أبلغ صور التذلل والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، علل ذلك بقول لأنه انخفض بأعلى ما فيه بوضع جبهته وأنفه على الأرض. إذا هذا جواب علل فيه أيضا، هو علل وجواب ثاني. النقطة جيم بتكرار السجود، ها فائدة أثر تكرار السجود في كل أوقات الصلاة، يزول الغرور والخيلاء الذي يتعالى به على الأحياء ويتعالى به الأغنياء على الفقراء والأقوياء على الضعفاء. سبحان الله بتكرار السجود، لأنه ما في يعني والله الملوك لهم سجود خاص والفقراء لهم والرعية لها سجود خاص، كله بده يحط جبهته على الأرض، كله بده ينزل نفس الهيئة، الكل بده يخضع بده ينكسر لله سبحانه وتعالى. صاحب مال، قوي، ضعيف، فقير، شو ما كان، كله بده يخضع لله سبحانه وتعالى. إذا هذا تكرار السجود إيش بفائدته؟ أنه يزول به الغرور والخيلاء الذي تعالى به على الأحياء ويتعالى به الأغنياء على الفقراء والأقوياء على الضعفاء. ليش؟ لأن الناس جميعهم أمام عظمة الله سواء. يعني الله عز وجل ينظر إلى الناس سواسية، ما في حدا مقرب عند الله عز وجل إلا بإيش؟ إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بالعكس، كل ما زاد الإنسان حمله أكثر كل ما كانت المسؤولية أظهر أكثر. يعني الملوك مسؤوليتهم عند الله عز وجل أكثر من مسؤولية إنسان والله بلشان بحاله أو واحد من الرعية، لأنه سيسأل عن كل هذه الرعية. طيب سؤال، يعد السجود من أعظم أعمال الصلاة، علل ذلك أو بين ذلك. اذكر النقاط كلها، جيم ألف وباء وجيم، أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، السجود أبلغ صور التذلل إلى آخره، بتكرار السجود في كل أوقات الصلاة إلى آخره. النقطة السادسة أو الوسيلة السادسة التسليم. التسليم، يسلم المسلم في نهاية صلاته عن يمينه وعن يساره قائلا السلام عليكم ورحمة الله. طبعا حتى للفائدة لكم، يجوز أن يقول المسلم السلام عليكم ورحمة الله، أيضا هنالك ورد في السنة أن يقول السلام عليكم، السلام عليكم، أيضا ورد في السنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيضا ورد في السنة أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عن شماله السلام عليكم ورحمة الله. إذا النقطة الأولى، يسلم المسلم في نهاية صلاته عن يمينه وعن يساره قائلا السلام عليكم ورحمة الله. لو سألك شو التسليم، بذكر هذه النقطة ألف. باء، دلالة التسليم أنه يبرز قيمة من قيم الإسلام وهي إفشاء السلام بين الناس كافة، إفشاء السلام بين الناس كافة، يبرز هذه القيمة. كل يوم بيسلم، كل يوم المسلم بيسلم، يعني أقل إشي أقل إشي بيسلم كل يوم بخمس صلوات، أقل إشي، غير إذا بده يصلي السنة وبده يصلي كذا. عندنا يعني صلاة الفرض خمس صلوات بيسلم كل يوم خمس مرات، غير إذا بده يصلي السنة بده يصلي الضحى بده يصلي قيام الليل، هذا يفشي السلام بين الناس كافة. سؤال، استنتج أثرين من أثار الوقوف على معاني ودلالات الصلاة في نفس المسلم. إيش الدلالة؟ إيش الأثر؟ واحد ترسخ معانيها وأثارها في نفسه، ترسخ معانيها وأثارها في نفسه. اثنين، تنعكس على سلوكه وحياته. ننتقل إلى الدرس الرابع والثلاثون، علو الهمة. علو الهمة يعني إنها بتعني إن الإنسان بكون عنده جد ونشاط وعزيمة وإصرار في تحقيق الأهداف، في تحقيق أهدافه الذي وضعها. لذلك دائما الإنسان اللي عنده علو همة إيش ما أهدافه بتكون واضحة، بتكون عنده الأهداف واضحة. أما اللي ما عنده علو همة بكون عنده فوضى في حياته، فوضى يعني بتخبط بقول لك أنا هدفي كذا وما بعمل له ولا دقيقة. لكن الإنسان اللي عنده علو همة، عزيمة، إصرار، إقدام، مبادرة، إبداع حتى يحقق كل أهدافه، بضحي بكل شيء حتى يحقق كل هذه الأهداف. خلينا نشوف آثار أو مظاهر أهمية علو الهمة، متعددة هذه المظاهر. علو الهمة إيش مهم؟ لأنه أوصى به الله عز وجل وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. أصل القرآن كله علو همة، والسنة كلها علو همة، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها علو همة، والصحابة حياتهم كلها علو همة. خلينا نشوف إيش الآثار أو مظاهر أهمية علو الهمة في الإسلام. الأمر الأول، حث النبي صلى الله عليه وسلم على علو الهمة. هذا مظهر من مظاهر أهمية علو الهمة، إنه النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه.
يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها. سفاسفها يعني رديئها، حقيرها، صغيرها، اللي عنده همة دنيئة، عنده همة رديئة. يعني ممكن يجينا برضو سؤال، يعني هذا الحديث يقول لك استنبط من هذا الحديث مظهر أن المظاهر أهمية علو الهمة في الإسلام، بقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم حث على علو الهمة. اثنين، من المظاهر أو الآثار بلوغ الغايات وتحقيق الطموحات، أنه اللي عنده علو همة ببلغ للغاية، بوصل لهدفه، بحقق آماله، بحقق طموحاته ومشاريعه. الأمر الثالث، يدفع صاحبه إلى الجد والمثابرة في العمل. علو الهمة هيك، لانه في قدامه هدف قاعد بسعى له بالكل وبضحي بكل شيء حتى يوصل. لذلك ايش بصير عنده؟ جد، مثابره في العمل. الامر الرابع، من وجد في نفسه فتورا او تقصيرا فعليه الاجتهاد والمثابره لرفع همته بالوسائل الشرعيه، انه يقوم وينهض ويخطو الخطوه الاولى. لانه يعني بعض الناس تلاقي دائما جالس، خاصه الان احنا عندنا مثلا في دراسه التوجيه وتحقيق الاهداف، متى بدي اقرا؟ بأجل. يا جماعه، الألف خطوة تبدأ بخطوة. مجرد ما حطيت رجلك في الخطوة الأولى بإذنه تعالى مشت، وراحت الخطوة الثانية والثالثة والرابعة حتى نكمل مشروعنا ونوصل لأهدافنا بشكل ممتاز. طيب، الأمر الخامس، ترتفع منازل الناس بمقدار علو هممهم ونبني مقاصدهم. بمقدار علو الهمم هيك ترتفع منازل الناس. يعني المجتمع لما يشوف انسان عنده علو همه بيرتفع مقداره عندهم. لما يشوف انسان دائما مثبط، دائما يائس، بصير ينفروا منه. لكن الانسان كل ما كان عنده علو همه المجتمع بيقترب له، والمجتمع بيمشي وراه وبيقتدي فيه. ويظهر ذلك في الامور الاتيه، ترتفع منازل الناس بمقدار علو هممهم ونبل مقاصدهم، ويظهر ذلك في الامور الاتيه. او منقول ايش ميزات او علامات صاحب الهمه العاليه. صاحب الهمة العالية عنده علو همة، وإيش علاماته؟ إيش يعني ميزاته؟ نقول أولا أنه مبادر للخير، مبادر دائما للخير. الأمر الثاني، تعلقه بمعالي الأمور، دائما متعلق بالإشي الفوق. الأمر الثالث، إتقان العمل. يعني بتلاقي كل خطوة بخطوها ما بنتقل للي بعدها إلا متأكد إنه الخطوة اللي الآن بده ينتقل منها متقنة 100% وشغل تمام التمام. طيب، النقطة الرابعة، لا تنتهي إنجازاته في أمور دينه ودنياه، بل كلما انتهى من إنجاز سعى إلى آخر بهمة ونشاط. ما بقول لك أنا خلاص كملت إنجازاتي، لا، دائما منجز صاحب علو الهمة في الدين وفي الدنيا، مع الله سبحانه وتعالى ومع جمع المال ومع خدمة البشر في هذه الحياة. كل ما انتهى من إنجاز بروح بسعى لإنجاز آخر، وهكذا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أنك تكون قوي وعندك همة وعندك نشاط وعندك دافعية ومبادر للخير ومتعلق بالأمور بمعالي الأمور، هذا الإنسان عند الله عز وجل أحب من ذلك المؤمن الضعيف اللي متعلق برديء الأمور، متعلق بالأمور الصغيرة ومش مبادر وكذا، وتلاقي عنده كسل وعنده يأس وكذا. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل الخير. يعني هذا لا يعدم الخير هذا المؤمن الضعيف، لكن المؤمن القوي عند الله عز وجل خير وأعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يكمل الحديث، قال: احرص على ما ينفعك. والحرص ايش ماله؟ في إصرار وفي عزيمة. قال: واستعن بالله ولا تعجز. لا تقعد، استعن بالله، دائما نقول يا رب يا الله أعني، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعني. قال: وإن أصابك شيء وانت في طريق تحقيق الأهداف، أصابك شيء، أجاك عائق، فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان، لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، إيش عمل الشيطان اللي بتفتحه لو؟ إنه بقول لك أقعد، ليش تضطر لك تعمل؟ هيك تعثرت. لكن بقول قدر الله، الله عز وجل ما يسر لي الآن أحقق نجاحي، خليني أسعى للنجاح مرة ثانية. مثل المسلمين في غزوة أحد، المسلمين في غزوة أحد يعني صار في الله عز وجل قال: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد. فشل يعني انهزموا، ما قالوا خلاص انهزمنا وانتهت القضية، لا، قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، وانطلقوا وراء الكفار حتى لحقوهم الحمراء الأسد، وفر الكفار في تلك المعركة ولم يجروا على مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. بعد هذه المقدمة، طبعا المقدمة هذه ضرورية جدا، لازم نعرف هذه الأمور، بدنا نتعرف الآن إيش معنى علو الهمة. بدنا نعرف دائما التعريف نحفظه على أنه أفكار،
الأمر الأول في علو الهمة أنه قوة الإرادة والعزيمة. علو الهمة واضح أنه قوة إرادة وعزيمة. طيب لإيش؟ لتحقيق الأهداف والغايات. هذه واحدة. واثنين، وتجاوز العقبات اللي بتوقف قدام أهدافي وآياتي، وتجاوز العقبات للوصول إلى معالي الأمور اللي هي الأهداف والغايات. إذا هيك بحفظ، هو قوة الإرادة والعزيمة في بلوغ الهدف، وتجاوز العقبات التي تقف في طريق الوصول إلى هذا الهدف. طيب، يستطيع الإنسان أن يكون صاحب همة عالية عن طريق أمور عدة. بين خمسة منها، أو بين خمسة من وسائل علو الهمة. نقول واحد، الطموح والغايات، هي وسيلة. اثنين، العلم وإرادة المعرفة. ثلاثة، استشعار الأثر والجزاء وتحمل المسؤولية. أربعة، القدوة الحسنة. خمسة، النظرة الإيجابية في السعي نحو النجاح. خلينا نشوف هاي الوسائل واحدة واحدة. الوسيلة الأولى الطموح والغايات. للطموح والغايات النبيلة أهمية كبيرة أو أثر كبير في علو الهمة. بإيش بظهر هذا؟ وضح ذلك أو يظهر ذلك من خلال الآتي. واحد، إنه صاحب الطموح والغايات يمتلك رؤية واضحة. واحد عنده هدف، عنده رؤية واضحة. هدفي إني بدي، أو رؤيتي إني بدي أصير يوم من الأيام بدي أصير مثلا مهندس كبير. إيش بتلاقي عنده؟ بتلاقي طموحه شغال، غاياته شغال على الغايات والأهداف. إذا صاحب الطموح والغايات يمتلك رؤية واضحة. اثنين، يضع لنفسه أهداف مرحلية ووسائل لتحقيقها مع تقدير الزمن اللازم لها. عنده خطة، خط يعني هذا إنسان مخطط، بكون عنده رؤية واضحة بده يصير مهندس كبير مثلا، رؤية واضحة بده يدخل الجنة، تمام، ويبتعد عن النار. ببلش بحط لحاله أهداف مرحلية، يعني أهداف مرحلية، أهداف صغيرة بتخدم هذا الهدف الكبير، وبحط لها خطة ومتى لازم يتحقق هذا الهدف، وبتلاقي شغال على هذا الأمر. الأمر الثالث، يبدأ بالتنفيذ. مش الآن عنده رؤية، كمان حط أهداف مرحلية، الآن يبدأ بالتنفيذ مستعينا بالله قصد الله، يا رب أعني، وببلش ينفذ بتحقيق هذه الأهداف المرحلية والوسائل، باستعمال الوسائل حتى يحققها. الأمر الرابع، باستثمر طاقاته لتحقيق طموحاته. ما انه بقول لك يلا اليوم نشتغل بكره، لا، بستثمر كل طاقاته، ببذل كل وسعه حتى انه يحقق هذا الطموح. يدل على ذلك قول الله عز وجل، يعني يدل على انه الطموح والغايات من الوسائل، من وسائل تحقيق علو الهمه. يقول الله: افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم. اي الاهدى منهم؟ اللي ماشي سوى على صراط مستقيم وشايف بنهاية هذا الصراط المستقيم وين رايح، وبنهاية هذا الطريق وين رايح، ولا اللي مكب على وجهه مش عارف وين يروح؟ أكيد الذي أكيد لا يستويان. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما الذي يمشي على صراط المستقيم هو الأهدى. الوسيلة الثانية العلم، العلم والمعرفة. هذا العلم هو الوسيلة العلو والهمة. أولا وضح ذلك، بقول اولا العلم يرشد الانسان الى مصالحه ويدله على اسباب نجاحه، لانه الباحث دائما بالعلم بتلاقيه ببلش يحط لنفسه غايات واهداف، لانه عالم. العالم، العلم مثل العدوى، العلم ينقل الانسان الى مراحل اعلى مما هي عليه. اثنين، بالعلم والمعرفه والخبره يواجه التحديات اللي بتوقف في طريق نجاحه، واجهها. ليش؟ لأنه طالب العلم تلاقيه بقرأ من سير الناجحين في علومهم كيف أنهم تعرضوا لعقبات وتعرضوا لعثرات في حياتهم وأنهم تجاوزوا هذه العقبات وهذه وحققوا النجاح. إذا بالعلم والمعرفة والخبرة بيواجه التحديات التي تعرض له في طريق تحقيق أهدافه. الأمر الثالث أنه العلم يكسبه خبرات جديدة تقوده لنجاح آخر. هذا هو العلم، بتأخذ خبرات. يعني لما تقرأ عن كثير من العلماء، سواء العلماء المسلمين او علماء الكفار، سواء علماء الدين او علماء الدنيا، كثير من العلماء كانوا قد اخفقوا في بدايه امرهم ثم انطلقوا حتى حققوا النجاح الكبير. والان اذا قلت قال فلان، مثلا لو قلت الان قال الامام النووي عليه رحمه الله، قال الامام النووي، خلص معروف هذا الامام. هذا الإمام معروف، حاول عدة مرات. ابن حجر العسقلاني نفس الشيء. هؤلاء الناس معروفون لدى أصحاب العلوم.
طبعا اذا يكسبهم خبره جديده. ليش علل ذلك واوضح هذه النقطه؟ نقول لان النجاح يغذي النجاح، والعمل والانجاز يغذي العمل والانجاز. مش قلنا قبل من مظاهر علو الهمه، او انه علو الهمه شيء مهم، انه صاحب علو الهمه ما بقول انا خلصت خلص، ما بقول انا انتهيت من انجازات، لا، اذا نجح بغذي بيعطيه بقول يلا انجح في مرحلة ثانية، بغذي نجاح. والعمل والإنجاز يغذي العمل والإنجاز. يقول الله سبحانه وتعالى يدل على العلم والإدارة، قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. بإيش يوعظوا؟ بالعلم والمعرفة. طب ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، لو أنهم طبقوا هذا العلم وهذا المعرفة لكان خيرا لهم في الدنيا وفي الآخرة وأشد تثبيتا. بتلاقي متثبت من معلومته، متثبت من أهدافه التي يسري إليها. الوسيلة الثالثة استشعار الأثر والجزاء وتحمل المسؤولية. يستشعر أثر علو الهمة، يستشعر إيش جزاء وإيش ثوابه، أيضا يستشعر تحمل المسؤولية، لأن الإنسان صاحب علو الهمة دائما بتلاقي شاعر أنه في أظهر مسؤولية. طيب يحرص صاحب المسؤولية، وضح ذلك، ونقول يحرص صاحب الهمة العالية على نيل رضا الله سبحانه وتعالى في أعماله، وذلك يؤدي إلى آثار الفوائد الآتية. ما دام أنه حريص على نيل رضا الله، شوف حريص على إيش؟ استشعار الجزاء والثواب والأثر والمسؤولية، فأنه يؤدي إلى آثار الآتية. أولا يدفعه إلى الالتزام بواجباته والشعور بالمسؤولية. ما برمي عن ظهره، لا، في عندي واجبات لازم أحققها، سواء كانت واجبات تتعلق بالآخرة أو واجبات تتعلق بالدنيا يقوم بها، واجبات مع الله سبحانه وتعالى مباشرة، واجبات أسرية، واجبات اجتماعية، واجبات صلة الأرحام، كان ملك، كان رئيس، كان وزير، كذا، يدفع إلى الالتزام بواجبته والشعور بالمسؤولية، إنه أنا هذول مسؤول عنهم، الله عز وجل حاسبني عليهم يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى سيحاسبني على هؤلاء يوم القيامة. أيضا يجتهد في إتقان عمله ويتجاوز العقبات بصبره. مجتهد في الإتقان، بتجاوز العقبات. تعلل ليش؟ لإدراكه ما ينتظره من الثواب ونيل الدرجات العليا في الدنيا والآخرة. بدرك إيش أنا بنتظرني، ها؟ ليش بتقل؟ لأنه بقول لك رايح الله عز وجل حاسبني حساب ويدخلني الجنة ويرفعني بالدرجات لأني أتقنت عملي. يدل على ذلك قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا، اعمل، سيرى الله عملكم هذا الجزاء، ورسوله هذا الأثر تحمل المسؤولية، والمؤمنون سيرون كيف تتحملون المسؤوليات في هذه الحياة. منقول سؤال، ما الدافع عند صاحب الهمة العالية في استشعار الأثر والجزاء وتحمل المسؤولية؟ منقول نيل رضا الله سبحانه وتعالى، نيل رضا الله سبحانه وتعالى في أعماله وانتظار الثواب ونيل الدرجات العليا في الدنيا والآخرة. هذا اللي بدفعه إنه يستشعر الأثر والجزاء، إنه بده رضا الله والثواب والدرجات العليا. الوسيلة الرابعة القدوة الحسنة، القدوة الحسنة. يميل الإنسان بطبيعته إلى الاقتداء بغيره، هذا التوضيح، هي طبع الإنسان إنه بده يقتدي بغيره. الأمر الثاني وجود القدوات الناجحة في المجتمع يبث في نفسه اليقين والهمة بأنه قادر على تحقيق مراده. ما دام إنه في إشي ناجح في المجتمع، ناس نجحوا من قبل، معناته أنا لازم أنجح. إذن ببث في الهمة. الأمر الثالث يحرص أن تكون القدوة إيجابية غير مثبطة لهمته، إنه هذه القدوة تكون بالفعل تستحق أنها تكون قدوة. من أمثلة القدوات، أولا خير قدوة لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اثنين أقرب الناس إليه مثل والديه أو صديقه، شاف أبوه وأمه ناجحين بحقق النجاح يقتدي فيهم، يقتدي بأصدقائه في تحقيق النجاح. الأمر الثالث شخصية عالمية في مجال معين، مثلا في مجال الشريعة الإسلامية، في مجال اللغة العربية، في مجال الطب، في مجال الهندسة، في مجال الحاسوب، في مجال اللغة الإنجليزية، غير ذلك. الوسيلة الخامسة النظرة الإيجابية في السعي نحو النجاح، النظرة الإيجابية في السعي نحو النجاح. وضح ذلك، منقول أول شيء النجاح مطلب فطري يسعى إليه الإنسان، يعني حتى الفاشل ما بيحب تقول عنه فاشل، ولما تحكي له عن النجاح بيحب يسمع، ولما تحكي له عن الفشل ما بيحب يسمع الفشل. لذلك هو مطلب فطري لكل انسان سواء كان ناجح او كان فاشل. الامر الثاني انه من اهم مقومات النجاح، في عندنا خمس مقومات. الامر الاول، اولا الثقه بالنفس المستمده من الثقه بالله، ثقه
أثق بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، توكلت على الله، الله عز وجل بمنحنا الثقة بالنفس. اثنين، الثقة بما يمتلكه من قدرات تمكنه من تحقيق النجاح، إنه شو ما كانت قدراتك أنت بتقدر تنجح. لازم أستثمر القدرات الموجودة عندي، ما أقول أنا ما عندي قدرات، كل إنسان عنده قدرات خاصة. النقطة الثالثة، الأخذ بالأسباب والتوكل على الله في النتائج. ما أتمنى، ما أخليها أمنيات كلها وأحلامي قضى، إنما بقوم بالأعمال وبأخذ بالأسباب. بدي أحقق مثلاً معدل عالي، لازم أدرس كثير. بدي مريض وبتمنى اني اشفى، لازم اروح الطبيب واخذ الدواء. بدي اكسب الرزق، لازم اسعى في الارض وامشي في مناكب الارض واكل من رزق الله سبحانه وتعالى. الامر الرابع، انه لا يقف عند المعوقات مهما كبرت. شو ما كانت المعوقات والعثرات اللي بتواجهه في طريقه، ما لازم اوقف عنده وظل راجع، يقول لا بدي استمر. لذلك يعني ليش؟ لأنه متوكل على الله. يدل على ذلك قول الله عز وجل، فإذا عزمت فتوكل على الله. استنبط من هذه الآية مثلا مقوم من مقومة النجاح، وقل ألا يقف عند المعوقات مهما كبرت، ما يوقف عندها، لأنه إنسانين متوكل على الله سبحانه وتعالى. النقطة الخامسة، إذا أخفق لم ييأس، يعني ما زبطت معه هذه التجربة الأولى، لم ييأس بل يستمر في سعيه نحو النجاح، وهو مؤمن أن أشد الظروف قساوة وأكثرها صعوبة هي بداية الفرج. كل ما بلش القسوة تشد بلش الفرج قرب. لذلك يقول الله عز وجل، يدل على ذلك، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا. إذن هذه الآية عليش بدل على أن الإنسان إذا أخفق لم ييأس بل يستمر في سعيه نحو النجاح. شوفوا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذب خلص انتهت، الله عز وجل بيفتح الفرج وباب الفرج للعالمين ولهؤلاء الرسل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما فيه رضاه، والحمد لله رب العالمين.